طيب بس هيكون مشاركنا بمسج اكيد اكيد الناس دي اتعلمت الاسابيع اللي فاتت في البروجرام بتاعكم انذر ليفل، والناس دي كان فرق اكيد معاهم الاسبوع اللي فات، ما يكون فيهم ناس ما احترمتش اصلا الاسبوع اللي فات انا فاكر، ففي ناس شافت ان في ناس اتكرمت قالوا واي نوت ليه ما اكونش انا الشخص اللي موجود على الستيج، فاكيد اشتغلوا الاسبوع اللي فات بشكل مختلف وعملوا قرارات مختلفه. في اكتر مسج عايزين نقول الناس تنفع ايه الحاجه اللي انتوا عملتوها شايفين ان دي عادتكم انكم تكونوا على الستيج معانا؟ نبدا ايوه سعيدة جدا بالمجال ده. انا اشتغلت 20 سنه في الوظائف، ولما عرض عليا الشمس قلت يعني ليه الواحد ما يفكرش انه يغير؟ انا عايز اغير، انا كنت بعمل ايه؟ طب في حاجه جديده، الواحد بيواكب المجال بيواكب الدنيا اللي بتتغير حواليه. وبالتالي بدات الحمد لله سعيده جدا في المجال ومبسوطه بيه وبشتغل بكل قوه، واهم حاجه واضحه لينا هي الاستمراريه، ان احنا نواظب على حضور التدريب في الاسبوع، هو ده اللي بيحمي الشخص ويصير المعلومات اللي هي السلاح اللي بيخليه يكمل ويوصل للهدف اللي هو عايزه. قطرة المية بتحس بالصخور والجبال مش من قوتها انما من استمراريتها. السلام عليكم، اسمي شماس، 28 سنة، بكالوريوس تمريض.